الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السفيرة الفرنسية بالخرطوم إيمانويل بلاتمان وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبلاد، وتقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أكد البرهان حرص السودان على تطوير وتعزيز التعاون مع فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة. من جانبها، عبرت السفيرة الفرنسية في تصريح صحفي عقب لقائها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري، عبرت عن سعادتها بأن شهدت خلال فترة عملها انطلاق ثورة ديسمبر والتحول السياسي الكبير الذي أحدثته في السودان، وأكدت أن بلادها ستظل داعمة للسودان. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك برئاسة مجلس الوزراء التقى قطاع المبدعين والمبدعات، وذلك في إطار التشاور الواسع لرئيس الوزراء مع كافة قطاعات المجتمع حول مبادرته الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن المبادرة تعتبر ملك للشعب السوداني، وجاءت إضافة وتطوير لمبادرات كثيرة تمت خلال العامين الماضيين، موضحا أن المبادرة بدأت بمحاولة لتشخيص الأزمة الحالية وربطها بغياب المشروع الوطني المتوافق عليه منذ الاستقلال، وتوصلت إلى أن الأزمة التي نعيشها الآن أزمة سياسية بامتياز. تشاور مع كل قطاعات المجتمع حول المبادرة إطلاق رئيس الوزراء الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام، وهي مبادرة يمكن رئيس الوزراء له فيها حق إنه بس اللونشينج بتاعها، لكن هي ملك للشعب السوداني، وجات برضها يعني تطوير إضافة لمبادرات كثيرة جدا يعني حصلت في خلال العامين السابقين، ويمكن جزء كبير منها تلخيص لهذه المبادرات. أنا ما أقدر أتكلم عن مبادرة كثير لأنه بتخيل إنكم شفتوا مبادرة، قريتوها، عارفين تفاصيلها إلى آخره، لكن على سبيل التذكرة بالملامح الأساسية بتاعتها، مبادرة بدت بمحاولة لتشخيص الأزمة الحالية وربطها بقياب المشروع الوطني المتوافق عليه من الاستقلال، ويمكن وصلت بسرعة لأنه الأزمة اللي احنا بنعيشها هي أزمة سياسية بامتياز عندها متمظهرة في أشياء كثيرة. رئيس عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس مسار دارفور محمد الحسن التعايشي اجتماعا بالقصر الجمهوري ضم كبار مفاوضي مسار دارفور، خصص لمناقشة مخرجات اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام. وأوضح عضو مجلس أو عضو اللجنة أحمد توجد لسان في تصريح صحفي أن الاجتماع ركز على معايير الإشراف على اختيار والي ولاية وسط دارفور، وأشار توجد إلى أن اللجنة سترفع قراراتها إلى اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ اتفاق السلام. اللجنة الوطنية العليا قررت بالأمس على التكليف اللجنة التي تقوم الآن بشرح اتفاق السلام في دارفور بالإشراف على اختيار والي أصحاب المصلحة لولاية وسط دارفور. هذا الاجتماع ركز النقاش في المعايير وكيفية الاختيار والي أصحاب المصلحة في ولاية وسط دارفور. رئيس عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور الصديق طاور بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا لقضايا البترول، والذي بحث جملة من القضايا المتصلة بالمجتمعات المحلية في إطار المسؤولية المجتمعية،
وأوضح ممثل وزير الطاقة والنفط إسماعيل بكر في تصريح صحفي أن الاجتماع استعرض عددا من تقارير أداء الشركات اتجاه مجالات التنمية بهدف تعزيز مسيرة الاستقرار في مناطق الإنتاج، وأشار إلى أن الاجتماع قرر استئناف اجتماعات الآلية الرباعية التي تضم الجهات المختصة لمناقشة قضايا البترول. ترأس الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف بالقصر الجمهوري اجتماع اللجنة العليا لترتيب الاستقبال وتنصيب حاكم إقليم دارفور ميني أركو مناوي في 10 أغسطس الحالي بمدينة الفاشر. وأكد عضو اللجنة دكتور محمد زكريا في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش العديد من التصورات التي رفعتها اللجان الخاصة بإعداد المكان والاستقبال للاحتفالية، مبينا أن الاحتفال سيكون احتفالا لكل السودانيين ويعد خطوة متقدمة في مسيرة اتفاق جوبا لسلام السودان. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعم السودان في مجالات الصحة والانتخابات والتنمية الريفية وتنفيذ برنامج ثمرات، وعاجلا إرسال طائرة تحمل كميات من لقاحات كوفيد-19. وقال ساماثا باور المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قالت إن طائرة تحمل 600,000 جرعة من لقاح كوفيد-19 ستصل الخرطوم خلال اليومين القادمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس جو بايدن. وأعلنت ساماثا خلال المحاضرة التي قدمتها بجامعة الخرطوم حول تجربتها مع السودان أن المعونة الأمريكية ستساهم أيضا بمبلغ 56 مليون دولار دعما للمناطق الطرفية في السودان. بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الإخباري، أينما كنتم تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، في أمان الله.